الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا. كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا، سواء أكان بولا أو غائطا، وسواء أكان نادرا أو معتادا، وسواء أكان كثيرا أو قليلا. فالأشياء التي تخرج من السبيلين تعتبر ناقضة، كل ما خرج من السبيلين ناقض مطلقة. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالريح، وأجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالبول، وأجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالغائط، وأجمع العلماء على انتقاض الطهارة بخروج الودي والمذي. كل ذلك مما أجمع عليه العلماء وهو خارج من السبيلين. إذن نأخذ قاعدة أن كل ما خرج من السبيلين فيعتبر ناقضا.